ألتقيكم أحبتي بحلقة جديدة من برنامج رسائل إلى فلسطين، برنامج الذي سيأخذنا مع شخصيات خدمت القضية الفلسطينية بطريقتها بين كتاب وشعراء، روائيين وسياسيين وفنيين. مشاهدينا، ضيفي لهذا اليوم يؤمن بأن كل من يحب فلسطين سيجد طريقه للدفاع عنها والتعبير عن ذلك، فالغناء كان طريقه لإيصال رسالته عن شعب فلسطين وتسليط الضوء من خلال أغانيه عن المحتل الإسرائيلي الذي اغتصب الأرض الفلسطينية. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الكرام، دعونا نرحب سوية بضيفنا لهذا اليوم الفنان حسن سلطان. أهلا ومرحبا بك ببرنامج رسائل إلى فلسطين. أهلا فيك أستاذ سندس، وأهلا تلفزيون فلسطين، وشكرا على المقدمة الحلوة. أهلا وسهلا فيك. يعني لطالما كان برنامج رسائل لفلسطين يأخذنا نحن وضيوفنا إلى رسائلهم التي كتبت إلى فلسطين وكل من على طريقته منذ نعومة أظفارك وطفولتك، وأنت تكتب لفلسطين وتغني لفلسطين بفضل بيئة تربيت بها في ظل الأهل والوالد تحديدا. تعددت الرسائل، ولنقل بدايتها كان في مقتبل العمر. كيف بدأت تكتب لفلسطين؟ هلا يعني بجوز هذا حكيته كثير، أنا هي البيئة يعني بتضل الأساس بهذا الموضوع، ويعني أنا بتمنى أكون يعني قد الحكي اللي نحكى أنه أنا عم بخدم، يعني ريت أكون فعلا أنا عم بخدم فلسطين باللي عملته. هلا احيانا لما الواحد بيجي بتصنع الموضوع قد يكون الـ يمكن يطلع منه اشي منقوص، يمكن يطلع اشي متكلف، لكن انا عشت هذا الموضوع وكأنه واجب. عارف كيف؟ نعم. يعني كيف الواجب المدرسي زي واجبك المدرسي لازم دائما تفكر بموضوع فلسطين. زي واجبك المدرسي بدك تقدمه قدام الناس بدك تحفظ أغنية لفلسطين وتكون قدها على المسرح وتغني وتقنع الناس، وهذا الإشي كان من صغر زي ما حكيتي زي ما تفضلتي، وفعلا إن شاء الله نكون خدمنا. يعني بدأت في سن مبكر وبدأت تدندن مع الوالد في سن مبكر، ما الذي بدأت به؟ هلا بيكون دائما بالجو العام مسيطر موضوع التراث والفلكلوريات. وطبعا كانوا بتصور زمان دائما في إشي له مناسبة عندهم، يعني العرس هو مناسبة لا يطلعوا بإشي بخص العرس، الطهور مناسبة إشي خص رمضان، الحصاد هون وهي كانت طبعا هدول الناس الكبار زي الوالد الله يرحمه صارت هاي بالنسبة لهم هواجس، لما بيكون قاعد بدون ما يحس بيكون بحكي فيها. وأنا صدقا من الناس كنت يعني فترة ما بلشت أوعى إنه هذا الكلام اللي بحكيه الوالد عبارة عن جواهر وإشي مهم وإشي ثمين أمسكه، يعني ما أصدق يكون بحكي، أحكي له وقف استنى شوي، يا أنا بكتبه يا ما بسجله يا ما، يعني مسكت أشياء اللي قدرت أمسكها منه صدقا. عرفتوا؟ وتشجيع الأهل أحيانا بصير لما بالمناسبات، هذا بيطلع الفنان. وفترة يعني أنا فترة الثمانينات مع الانتفاضة الأولى وهيك يعني هذا عمل جو بالزيادة، لأنه تلفزيون 24 ساعة على الانتفاضة، إذاعة القدس 24 ساعة الناس بتسمع شو عم بصير في الانتفاضة. فيعني هذا تزامن مع أول طلعتي لما كنت في 7 سنين و8 سنين وهيك، فحسسني وكأنه فعلا أنه كل الدنيا منتبهة لفلسطين وكل الدنيا بتحكي عن كيف الحل لموضوع الاحتلال و إلى آخره. فهذا كله تزامن يعني وشكل الشخصية اللي عم بيشوفوها الناس هلا من حسن سلطان. الرسالة الأولى لحسن سلطان ضمن فرقة القدس التي بدأت معها بعدة أعمال كانت لفلسطين. أنا القدس تصدرت الأعمال وكانت رسالة وفكرة، نود الحديث عن هذه الرسالة. هلا أنا القدس يعني هي كانت قصيدة من أكثر القصائد جزلا اللي انحكت للقدس، وطبعا هاي عروس العروبة إيش ما انحكى فيها حيكون أكيد قليل في حقها،
لكن هاي القصيدة تحديدا غناها تقريبا 8-9 فنانين. نعم. لكن الحمد لله يعني لما لحنها صديقي الأستاذ أمجد الله يسهل عليه ويمسيه بالخير يكون بحضرنا، أعطاها صبغة جديدة، صدقا أعطاها صبغة جديدة، والحمد لله سجلناها بطريقة أوركسترالية أبدع فيها الأستاذ مراد دمرجيان. نفس الكاتب شهد أنه أحسن وأحلى حدا غناها وعملها حسن سلطان، هذا كان شرف كبير إلي. وفعلا لما طلعت ولما غنيتها بأكثر من مهرجان بأكثر من حفلة إلها صدى مختلف صدقا، لأنه المعاني والإشارات اللي يشار فيها بالكلام نعم. صدقا نادرة نوعا ما حلوة. نسمع إشي منها. إني لست كأي مدينة عند الأسر تظل حزينة، فأنا لست كأي مدينة عند الأسر تظل حزينة، إني بنت صلاح الدين جدي عمر وأنا عذراء فلسطين، في قلبي نار تستعر تستعر تستعر. يعني من الأغاني الجميلة جدا. الله يسعدك. الآن سنكمل معك على أعمالك الأخرى، يعني بدأت مع فرقة القدس أكثر من أغنية تم غنائها، لكن هذه القدس أغنية القدس تصدرت بشكل أوسع عن باقي الأغاني بالإضافة إلى الأوبريت السنابل وغيرها. سنكمل ولكن سننتقل الآن إلى ريبورتاج للموزع الموسيقي أحمد رامي الذي تحدث عنك، دعنا نرى هذا الريبورتاج. بداية علاقتي كانت بالأستاذ حسن من خلال الجامعة، تعرفنا على بعض بالجامعة، كنا ندرس موسيقى مع بعض، و يعني كنا نسمع عن بعض بس من بعيد لبعيد أسامي. أنا يعني والله الفنان حسن سلطان بيغني ومعروف شو لونه وشو ستايله، والله أحمد رامي موزع وملحن وكذا، معروف شو لونه. فالتقينا بالجامعة، لما التقينا بالجامعة نشأت بيننا زمالة طبعا وصداقة وأخوة، نتج عنها تفاهم غريب جدا بيني وبينه، واشتغلنا مع بعض أعمال كتير بعديها. أول إشي أنا أساسا شدني لحسن كان إن هو ماخد أو مؤمن بقضية معينة وبرسالة معينة بده يؤديها من خلال فنه، بده يقدم شيء من خلال الفن هذا في صالح قضيته اللي هو ماشي فيها. فاللي شدني أكثر كمان إنه لما تعرف شو هي القضية أساساً، اللي هي قضية شعبنا وبلدنا فلسطين، أخذ على عاتقه. تخيل أنت فنان، الفنان دائماً بحب يشوف أضواء شهرة الناس تعرفه وكذا، فإنك أنت تتخذ أو تحدد حالك بلون أو بقضية معينة ورسالة واحدة بس، أو تمنع حالك عن تأخر الشهرة وتأخر الأضواء وتأخر اللي بتعرف كل شيء في اللي بيحلم فيه الفنان، فهذا شيء كتير كبير، يعني هاي تضحية كتير كبيرة، وطبعا هي رخيصة بالنسبة لفلسطين ولا شيء. بس احترمت فيه انه هو بالرغم من ذلك لا، قالك انا فنان إلي رسالة، ورسالتي هي وطني، انه لازم اوصل صوت فلسطين للعالم كله. فهو هذا اللي خلاني شدي له اكتر، وانه هو بس لا قضيته منحاز تماما، وبيقدم كل قضاياها وبيقدم كل الرسائل باتجاه فلسطين، وإن شاء الله تحرير فلسطين بإذن الله. يعني شاهدنا الريبورتاج للموزع الموسيقي أحمد رامي، ما تعليقك؟ يعني صدقا شوفي، في ناس في حياتك يمكن يمر مرور الكرام، وفي ناس قد يكون صديق زيك زيه قدك قده. أحمد صدقا إجا يعني عبى الفراغ اللي في شكل حسن سلطان الفني، خلينا نحكي
يعني في بعض النتوءات والثغرات والاشياء كانت ناقصه عشان بالنسبه لي يكون شغلي بيرفكت. هذا كله لقيته عند احمد. في المقابلة تحدث عنك بأنك ضحيت وأصبحت فنان القضية. حبيبة ماذا قصد؟ أنا صدقا مش عارف أحيد عن هذا الطريق، يعني مش عارف، يعني إذا بدي أبعد، عارفي بدي أبعد كتير، بغني فلكلور وعرس فلسطيني، فلسطيني وتراث فلكلوري. مش عارف أطلع من، مش عارف أطلع، مش ظابطة معي صدقة، مش ظابطة معي، مش عارف هو أنا، يعني كأنه هاي خلص صارت شخصيتي. نعم فعلا شخصي، يعني أنت بتشوفي حالك في هذا المكان، صعب تحطي حالك في زاوية ثانية. أكيد أكيد بتلاقي حالك أنت مش أنت. أنا مش مستغربة، لأنه يعني أحيانا الشخص بيكون مرتاح في مكان ما بيشوف نفسه في مكان آخر. بالزبط. أنا ما مستغربة، لكن حابة أسمع شو هلا أحمد من الناس اللي يعني صدقا يعني مؤمنين في حسن، شفت كيف؟ ويعني طبعا انا كثير مؤمن في احمد، يعني فعشان هيك يعني كان احيانا بعض النقاشات، واحيانا كنت اقضي ساعات طويله طبعا انا واحمد في الشغل وهيك، فاحيانا يجي من خلالها كلام عن حياتك الشخصيه وهيك. هو مش انه يعني مش انه يجتهد انه يقنعني اني اغير، ابدا ابدا، هو يعني بالعكس مفتخر بهذا اللي انا بعمله وطريقة الشغل اللي عم بشتغلها، بس هو حابب انه انا يكون وضعي يعني اكثر اوسع، يعني هيك يعني ربما اكثر شهرة. بالضبط. هلا الوطني انا معك، الناس بتحبه وكذا، بس مش كل وقت، مش كل الناس، مش في كل مناسبات، عرفتي شو؟ وانا صدقا يعني هلا بالوضع الطبيعي مثلا بروح حفلة عرس، يعني ببسط العالم، لكن يعني الاغاني هلا لما بدي اعمل شيء انا يخصني يخصك، نعم ما بيكون وطني هذا الشكل، واحنا عشان اضل انا حسن، احنا سعيدين فيك في هذا الموضوع، عشان ابني بكره لما بيشوفني بدي اياه يشوفني هيك، عرفت شو؟ بدي الناس تشوفني هيك، غير هيك ما بدي. بدأت بالاعمال بشكل مستقل اكثر بعد هاي المرحله، مرحله اللي هي فرقه القدس. بعد ذلك كنت تبحث عن أي طريق يجعلك ترتبط بفلسطين أكثر، كيف؟ من خلال الأعمال، تريد أن تصل الأعمال أكثر إلى داخل فلسطين أو إلى العالم، لكن من خلال نقل طرق كثيرة. كان لقناة عودة فضل كبير في نقل نجاح وأيضا استمرارية وأشياء أخرى. ما دور قناة عودة مع حسن سلطان؟ لا شك يعني أنا يعني قبل قناة عودة كنت إشي وبعد قناة عودة إشي تاني صدقا. يعني قبل قناة عودة كنت في محيط الأردن، خلينا نحكي. نعم. هلا فلسطين يوصل بحكم إنه الشغل موجه إلها، يعني بطريقة ما يوصل. نعم. لكن بلشت أحس حالي عربيا بعد قناة عودة، فعلا بلشت الفيدباك تاخديها من الناس، يجيك اتصالات من برا، من اوروبا، من امريكا، من 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 من، فبلشت احس انه صوتي عم بوصل اكثر. ويمكن في كليبات تكون مثلا عرضت او فعلاً ساعدوك في هذا الموضوع. عوده عملوا لي، يعني عوده عملوا لي راجع، هم اللي عملوها، وانا القدس هم اللي صوروها. بحار عملوا، كنت سعيد برضه بالتعامل مع عوده كونها انها سوت اكثر انتشار بداخل فلسطين. بالضبط. يعني ما دام في انتشار في داخل فلسطين، يعني انتشار بشكل كبير خارج فلسطين لكن بإطار فلسطيني. عودة يعني صدقا يعني من القنوات اللي ضربت في بدايتها، يعني الناس على الجسر كانوا حاطينها قناة عودة يحضروها. نعم. وفي المخيمات على السيرفر تبعهم وهذا، يعني بشكل مش طبيعي، يعني وصلنا والحمد لله وصلنا للناس يعني بفضل عودة. نعم. ستبقى فلسطين، قمت بتصويرها بداخل فلسطين. لا هي مش في داخل فلسطين، الكل ما اعتقد انه هي بداخل فلسطين. هي صدقا شوفي كانت شطارة مخرج ومونتير، بس في اشي تصور في داخل فلسطين، يعني في مشاهد الصبايا والشباب اللي كتبوا اسم فلسطين بالحجار نعم. وتصوروا كان الباك جراوند المسجد الاقصى وقبة الصخرة، وبعض المشاهد من القدس كانت البنت اللي بتعزف تشيلو وهيك. هذا فعلا كله كان في القدس. انت وين كنت تصور؟ انا صورت في صيدا،
صيدا من جوا بتشبه كتير حجار القدس والقدس القديمة. عرفتي شو؟ وفعلا هي يعني الحيلة خلينا نحكي انطلت على كل الناس تقريبا إلا الناس اللي أنت حاولت إنك تروح بس ما زبطت معك فقررت إنه يصير الكليب بهالطريقة. أنا يطلع بيدي أروح بروح ماشي. أكيد أكيد. قالوا عنك فنان القضية، صوتك للوطن، للغربة، للشتات، لمكونات الوطن، الأسرى والجرحى. يعني يا رب أكون أدى هذا الحكي والله. عارفي مرة في بلقاء على قناة من قناة راديو. نعم. من قنوات غزة، فهم بيحكوا معي كان يجيهم اتصالات أو مسجات من الأسرة أونلاين يعني هلأ يعني لايف، ويجيهم اتصالات من على الحدود الشباب اللي بالخنادق. أقسم بالله قشعر بدني قشعر بدني، وأحيانا ينتابني شعور نفسي أبكي. لا يعني عم بوصلهم صوتي وعم بشكروني وعم بسليهم يعني عارفة كيف. وأحيانا بيجيك كلام بيحكي لك يعني إحنا يا بنقرأ قرآن يا بنغني أغانيكم. يعني بصراحة الحمد لله يعني أنا بحب. ندعي لك إنه تزور فلسطين طبعا يا قريب. رب. يا رب. أستاذنا وموزع الموسيقي أحمد رامي وجه لك سؤال، بدنا نرجع مرة تانية لأستاذ أحمد رامي نشوف شو سأل. طبعا بدي أتشكر أحمد رامي لسه رح تشكره بالنهاية. طيب أوكي، فخلينا نشوف السؤال اللي طيب سألك إياه. بدي أوجه لك سؤال يعني إن شاء الله يكون جوابه موجود عندك. حسن، أنت صاحب قضية، صاحب مبدأ، لازم يكون في عنا نشاط أكبر، لازم يكون في عنا مجهود أكبر عشان ننتشر عربيا. حسن إلى الآن لم يأخذ حظه عربيا أو خلينا نحكي عالميا، لأن قضيتنا هي الفلسطينيين قضية عالمية. فشو ممكن حسن يعمل من خطوات عملية باتجاه الانتشار هذا؟ والله يقويك ويوافقك دائما. يعني سؤال كبير، يعني ايش ابو رامي ايش؟ هلا شوفي، في من التجارب يعني اذا ممكن بدي اعمل زيها اطور حتى اوصل بالفن تبعي عالميا، انه نطرح الفلكلور الفلسطيني بقالب جديد بحيث ما يمس أصالته. يعني كيف كان من كم يوم ومن فترة بسيطة، يعني أنا وصديق إلي الأستاذ ليث بوجه له تحية، عم نفكر إنه يكون اليرغول والمجوز ينعزف بطريقة يدخل فيها البيت الغربي الهاوس وهيك وأشياء، لأنه في جيل برضو بحب هذا الإشي من جهة. نعم. ومن جهة هذا ممكن يقرب السمع للناس الغربيين، وممكن ينقال الكلام يتفسر بطريقة أو بكلام بالإنجليزي يعني. نعم. وأقوله بالمقام العربي، عرفت شو يعني؟ الزري فطول كلام أجنبي بس بلحن العربي مع اليرغول والمجوز. فأنا بتصور هذا ممكن يعمل لوثة عند اللي ممكن يسمع. احنا بكل الاحوال نتمنى لك تضل فنان القضية، نتمنى لك تكون ناجح بفلسطين وخارج فلسطين وعلى مستوى العالم كله. نتمنى يعني لربما هلأ الفرصة لسه ما أخذتها، لكن نتمنى لك إنه الفرصة تأخذها إن شاء الله. ونتمنى تكون على هذا النهج، يعني إحنا نتشرف بوجودك على الساحة الفنية كونك زي ما كل بيقول فنان القضية وفنان الشتاتة. أنا بتشكر كتير فنان حسن سلطان على وجودك معنا اليوم في استديوهاتنا من عمان ضمن حلقات برنامج رسائل إلى فلسطين. بدي أستودع المشاهدين وأرجع لك عشان تعطي رسالتك اليوم لفلسطين. طب قبل ما تسوي، خلينا نتشكر أحمد رامي. نتشكر سوية أحمد رامي. طيب لأنه أحمد صدقا يعني مرحلة ومحطة كثير مهمة في حياتي. نعم. ويعني ممكن من 6 سنين أو 7 سنين ما في عمل طلع إلا من تحت إيد أحمد. عرفت شو؟ فسر اللي بمخي. فبتشكرك أبو حميد، بتشكرك لوقتك، وبتشكر كل المشاهدين طبعا. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا. مشاهدينا، كان معنا حسن سلطان الذي يحمل هوية الغناء لفلسطين رغم الشتات، والذي قال: راجع يا فلسطين لبيتي الحجر والطين، ولا أزرع ورد ياسمين واسقيها بدمع العين.
وصلنا إلى الجزء الأخير من حلقتنا وهي رسالة إلى فلسطين رح يوجهها فناننا حسن سلطان لفلسطين. ولكن قبل قراءتها أستودعكم الله إلى أن ألتقيكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء. راجع يا فلسطين البيت حجر الطين، راجع يا فلسطين البيت حجر الطين، ونزرع وادي السنين يسقيها دمع العين، راجع يا فلسطين أنا راجع بكف فراق، الفرقة صعب تنطاق، البيت أنا مشتاق، راجع وكل حنين، أنا راجع يا فلسطين.